عسيرا يبدو سبيل ليبيا نحو الاستقرار، حيث يأبى الوضع السياسي في البلاد إيجاد أرضية توافق. فبالتزامن مع اشتعال شرارة الحراك الشعبي وخروج المحتجين امتعاضا من الأوضاع المعيشية التي باتت تؤرق حياتهم اليومية، حراك سياسي يطفو على سطح المشهد في مسعى لمعالجة حالة الانسداد واستجابة لمطالب المحتجين. إذ قدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح رؤيته لنظام الحكم السياسي الذي حسب قوله يضمن التوزيع العادل للثروة وعدم مركزية القرارات. لكن النظام الاتحادي وجهة نظري الخاصة أن يجنبنا كل شيء، لا في خلاف على الثروة ولا في خلاف على السلطة، كون كلها حيتقسم ولا واحد يصل حد. نعم. حتى المحافظات الميزانية ستكون الميزانية تؤسس على البلديات وعلى المحافظات. مثلا بلدية أنا القبة محافظة درنة، حصة بلدية القبة تضمن في بلدية في محافظة درنة، وحصة محافظة درنة تنزل أيضا في حساب المحافظة في الأخير. أما المجلس الرئاسي فأعلن خطة الحل في ليبيا، ومن بين أبرز العناصر الحاكمة لخارطة طريق مجلس الرئاسة الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب والانقسام، فضلاً عن الحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني. أما الجيش الليبي فأعرب عن تضامنه اللامشروط مع المواطنين الذين يدفعون ثمن إخفاقات الاتفاقيات والمبادرات المحلية والدولية وفق قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر. ولم تكن مظاهرات الدائرة في ليبيا بعيدة عن تعثر مفاوضات الأطراف للتوافق على وثيقة دستورية لتنظيم انتخابات تخرج البلاد من أزمتها. ويرى البعض أن الاحتجاجات تعد استفتاء شعبيا يعكس رغبة شريحة واسعة من الليبيين لإخراج البلاد من الانسداد السياسي والفشل في النهوض بالدولة.